نرح رايحين لفرنسيا. في الفقرة إن شاء الله سنرى accorder le verbe avec deux pronoms personnels. Accorder le verbe avec deux pronoms personnels. يعني توفيق الفعل مع ضميرين شخصيين. نتكلم هنا عن ضميرين كلاهما يتعلق بالأشخاص. سواء كان الضمائر أنها متعلقة بالفاعل، أنها في محل الفاعل تعوض فاعل، أم أنها في محل المفعول به كما نقول. إذا خذ مثلا المثالين التاليين، هل سنقول مثلا إلا رجوان أو بيان إلا رجوان؟ هل سنقول إلا رجوان أو بيان إلا رجوان أو بيان إلا رجوان؟ ما هي الكتابة الصحيحة، الأولى أم الثانية؟ يعني هم التحقوا بها. بها هي هضلة لعدنانا. الأصل نقول الغجوان avec ENT، طبعا نقول هنا الغجوان avec ENT، طبعا نتكلم عن il avec S، ولا نقول الغجوان إلا غجوان. إذن هاد غجوان تأخذ ENT. إذن هذه هي الكتابة الصحيحة. إذن نقول مثلا elle le connaît، أن نقول elle le connaît، elle le connaît. إلا غجوان نتكلم عن مجموعة أشخاص التحقوا بها. فالحالة الثانية نتكلم عنها هي تعرفهم، أل لكونيس، أن نقول أل لكوني هي تعرفهم. عندنا لو فيرب كونيتر، إذن هل فعل كونيتر سيأخذ أو أنت مع أل، لأنها هي التي تعرفهم، هي التي تعرف، أن نقول أل لكوني. طبعا الكتابة الصحيحة هي الكتابة الثانية، elle les connaît، هي تعرفهم. هدهم هي هد لي، هدهم هي لي، هي تعرف. إذا نقول elle connaît، elle connaît هي تعرف. هم نضيف هد لي، ممكن أننا نقول elle connaît les enfants، elle connaît ses élèves، هي تعرف هد التلاميذ مثلا. elle les connaît هي تعرفهم. إذا طبعا connaît تبقى نفسها، فقط أننا عوضنا هاد لي زالوف أو بيان سي زالوف أو بيان لي زونفون أو بيان سي زونفون إلى آخره، عوضناها بلي. إذا الكتابة الصحيحة هي إل لي كوني. إذا لو فيرب ساكور توجور أفيك سون سوجي بور أوبيري لو بون سوجي، من أجل تعليم الفاعل الصحيح. بوزي لا كيستيون كيف لاكسيون، علينا أن نطرح السؤال من الذي فعل الفعل على الأرض، من الذي فعل الفعل. لو فيرب ساكور توجور افيك سون سوجي، إذا الفعل دائما يتوافق مع فاعله. ما معنى يتوافق مع فاعله؟ المقصود أنه يتأثر به، بحال دابا ال ال كوني، إذا طبعا هاد كوني لن تأخذ أنتي، هي التي تعرف. إذن elle connaît هي التي تعرف. في العادة le verbe connaître، le verbe connaître مع elle أو مع il أو مع on يأخذ أنت في البريزون، هي تعرفهم. le verbe connaître au présent ماذا نقول؟ نقول elle connaît، elle connaît أو bien on connaît أو bien il connaît. أما مع il avec s أو elle avec s نقول il connaît، elle connaît. إذن كما نلاحظ بأن الفعل يتأثر بالفاعل، نفس الشيء كما عندنا في اللغة العربية، عندما أقول هي أقول هي ذهبت، عندما أقول نحن أقول نحن ذهبنا، لا أقول نحن ذهبت. لماذا؟ لأن الفعل يتوافق مع الفاعل أو مع الضمير الفاعل كما عندنا هنا. إذن نفس الشيء الذي نتحدث عنه هنا. إذن آل كوني، إذا تكلمنا عن ال افيك اس نقول ال كونيس. طبعا في حالة إذا كنا نتكلم عن ال افيك اس ممكن أننا نقول ال لي كونيس، هم يعرفناهم. ممكن أننا نقول ال لي كونيس ولكن نضيف واحد اس هنا لهد ال. إذا نتكلم في هذه الحالة عن هن، إذا هن يعرفناهم أو هن يعرفناهن. طبعا نتكلم عن ال كما قلنا افيك اس. لو فيرب s'accorde toujours avec son sujet pour repérer le bon sujet. لكي نعلم أو من أجل تعليم أو تحديد بمعنى آخر
لو بون سوجي يعني الفاعل الجيد. المقصود هنا الفاعل الصحيح، طبعا اللي كاين علم الفاعل الصحيح. بوزي لا كيسيون، اذا نطرح السؤال كيف لاكسيون، من الذي قام بالفعل. دون لو بروميير اكزامبل، في المثال الاول سوسون او كي لا روجوان، انهم هم الذين التحقوا بها. سوسون او كي لا روجوان، انهم هم الذين التحقوا بها. لو سوجي دو روجواند، اذا فاعل فعل روجواند ايل، هو ايل افيك اس كما نرى. لو فيرب دو دونك ساكوردي افيك ايل، الفعل يجب اذا ان يوفق المقصود، ان يتاثر مع ايل المقصود بايل. لو فيرب دو دونك ساكوردي افيك ايل، الفعل يجب اذا ان يوفق مع ايل، المقصود بان الفعل يجب ان يتاثر بايل افيك اس. وما معنى ان يتاثر بايل افيك اس؟ المقصود ان ياخذ ببساطه او ان تي. اذا عندما ياخذ او ان تي نقول il rejoint. طبعا في الصرف ديال rejoindre au présent نقول il rejoint. لو فيرب rejoindre au présent مع il avec s طبعا ياخذ او ان تي كالعاده. dans le second exemple، في المثال الثاني المقصود. dans le deuxième exemple، dans le second exemple، في المثال الثاني essayez de remettre du sens dans la phrase. dans le second exemple essayez de remettre du sens dans la phrase. حاولوا ان تجعلوا مره اخرى المعنى في الجمله. ما هو هذا المعنى؟ كي كوني كي، من الذي يعرف من، من يعرف من. علينا ان نقول فلان يعرف فلان، اذا من هو هاد فلان ومن هو فلان الاخر. كي كوني كي، غوتروفي لو سوجي، غوتروفي لو سوجي، اجد مره اخرى الفاعل. لو فيرب الفعل اي لو كومبليمون، اي لو كومبليمون دوبجي ديريكت كما لو نقول والمفعول به. اذا علينا ان نجد هاد المعطيات. كي كوني كي، ال كوني او، هي تعرفهم هم. ال لا كوني، ال كوني او، هاد او تاتي بمعنى هم. ال كوني او هي تعرفهم. طبعا في الاصل عاده نقول ال لا كوني، ال لا كوني. إذن هذا هو المتداول. طبعا المتداول أن نقول إل لا كوني، هي تعرفهم، ولا نقول إل كوني أو. هاد أو أتينا بها هنا فقط للتوضيح فقط. هاد أو هنا أتي بها فقط للتوضيح. هاد أو هنا تعني أيضا هم، لكن تأتي في مواضع أخرى. أقول مثلا جو في شيزو، جو في شيزو يعني أنا ذاهب عندهم. جو في شيزو يعني أنا ذاهب عندهم. هاد او تعني هم ايضا. اذا الشي تعني عند او هم، عندهم. جو في شيزو، طبعا المتداول هنا ان نقول لا كوني، هي تعرفهم، هي تعرفهم. او مثلا لا كوناس، هن يعرفنهم، هن يعرفنهم، او هن يعرفنهن. لا كوناس نضع ال افاك اس، نضع هاد لي ولا نضع هاد او، مع أن هاد أو أيضا تعني هم، لكن تأتي في موقع آخر غير هاد الموقع الذي عندنا هنا. أقول مثلا جو في شيزو، جو في شيزو يعني أنا ذاهب عندهم، أو أنا ذاهب عندهن. إذا عندنا هاد الأمثلة إكزامبل. إل لي كوندوي، هو يقودهم. عندنا لو فيرب كوندويغ، عندنا لو فيرب كوندويغ. عندنا فعل كوندوير يعني قادة أو ساقة، قادة أو ساقة. في الأصل نقول الكوندوي هو يسوق، الكوندوي هو يسوق. ثم نضيف الضمير إلا كوندوي هو يسوقهم، أو نقول إلا كوندوي هو يسوقها، إلا كوندوي هو يسوقه، إلى آخره. ثم نأخذ مثال آخر تو لي زوبلي، تو لي زوبلي، أنت نسيتهم أو أنت نسيتهم. tu les oublies، الأصل أن نقول tu oublies، tu oublies، أنت تنسى أو أنت تنسين. tu les oublies كما نقول أنت تنساهم أو أنت تنسينهم، المقصود أنك نسيتهم أو أنت نسيتهم. ثم عندنا je les déplace، je les déplace،
الأصل أن نقول جبه بلاس، أنا أنقل من مكان إلى آخر، أنقل شيئا أغير مكانه. جو لي ديبلاس يعني أنا أنقلهم أو أغير مكانهم من مكان إلى آخر. إذا لو فيرب ديبلاسي غيتأثر بهذا جو، أقول جو ديبلاس، جو ديبلاس. الفعل سيتأثر بجو ولا يتأثر بهذا لي. ثم إل سالي، إل سالي هي تحييهم، إل سالي هي تحييهم. إذا عندنا لو فيرب سالي يعني حيا، إذا الأصل أن نقول إل سالي، إل سالي هي تحيي. ثم نضيف هاد لي، طبعا سالي، طبعا سالي سيتأثر بإل ولا يتأثر بهاد لي. ثم إل مانكيت، إل مانكيت يعني هم أقلقوني. عندنا لو فيرب أنكيتي، إل مانكيت يعني هم أقلقوني، إذا هم الذين أقلقوا. إذا طبعا لو فيرب أنكيتي سيتأثر بإل أفاك إس ولا يتأثر بمه في الأصل، ولا يتأثر بهد مه التي تحولت إلى أم أبوستخوف، التي تحولت إلى أم أبوستخوف. ثم عندنا إل غيزولف، طبعا عندنا هنا لو فيرب غيزودغ، فالبخيزو ماذا نقول؟ جو غيزو، تو غيزو، إل غيزو، نو غيزولفون، فو غيزولفي، إل غيزولف، إل غيزولف، يعني هم يحلون. طبعا لو فيرب غيزودغ يعني أنك تحل، المقصود أنك تحل مشكلا. لو فيرب غيزودغ يعني أنك تحل مثلا مشكلا. إذا نتكلم عن غيزودغ الذي عندنا هنا، إل غيزولف يعني هم يحلونه، بأنهم يحلون مشكلا. إل غيزولف يعني هم يحلونه، كما نقول بأنهم يحلون مشكلا. طبعا لو فيرب غيزودغ متعلق بهاد إل أفك إس ولا يتعلق بهاد لو. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.